نعم، هو هذا اللي أنا حبيت أوصل له، أنه نعم. يجب أن يكون هناك هذا الطريق، أن يكون موازي إلى قضية التحقيق الأمن الداخلي العراقي، لأنه هذا الطريق الحقيقة. إن لم يكن هناك فعلا حماية ووضع أمني مستقر، لا يمكن أن تأمن أنت يعني تبني الآن. وهذا بالمناسبة الطريق يبدأ بتنفيذ المفروض بال 2025 وينتهي بال 2029، وتم تشغيل السكك الحديدية يعني تنشيط تفعيله سنة 2030، يعني 5 سنوات من العمل هذا يجب أن يرافقه بنى تحتية كبيرة ومستلزمات أمنية. احنا نتحدث عن 6 سنين قادمة أستاذ حامد، نتحدث عن نعم. 6 سنين قادمة، وأني بالي تعرف وين بالي من الميناء. أقول إذا احنا هسا على الميناء ويوميا لازمين 200 تريليون ما أدري قد وسرقات قرن، إذا صار عندنا هذا الخط ايش راح يطلعون عندنا؟ كم نور زهير؟ هذا هو احسنت استاذ غسان. يعني هذه حقيقه هذا السؤال يعني هو جوهر الموضوع. هل العراق الان وهذه القياده هذا النظام السياسي قادر، ليس انبيا فقط، قادر ايضا اداريا يعني اقتصاديا ان يدير هذا العمل بدون ملفات فساد، بدون تحايل، بدون فضائيين؟ يعني هذا سؤال الحقيقه ينطرح. والسيد أردوغان وغيره انا اعتقد اكثر معرفه بالوضع الداخلي العراقي الان، وراح يشير، لانه حتى البيان الختامي لجورج هذا جو بايدن مع السيد السوداني في زيارته الاخيره لامريكا اشار، البيان الختامي صور يشير الى محاربه الفساد وغسيل الاموال والمصارف وغيرها وغيرها، طبعا اثارها كلها قضيه فساد. والسيد السوداني وقع على البيان الختامي، يعني اعترف انه هناك فساد، هناك تهريب اموال، هناك الحقيقه استغلال للنفوذ الاداري والمالي وغيرها وميليشيات. فهذه القضيه الحقيقه يعني محفوفه بالمخاطر، لكن السيد أردوغان يهمه أنه هذا المشروع بالفعل يحقق مكاسب كبيرة لتركيا، حالها حال المكاسب اللي حققتها تركيا في أن تتحول إلى مخزن للحبوب بعد أن سد الطريق، طريق يعني البحر الأسود على أوكرانيا. اتفقت أوكرانيا والأمم المتحدة وروسيا وتركيا على أن يكون يعني محطة توزيع الحبوب، بيع الحبوب للعالم بالضبط. هي تركيا. فهذه أيضا نقطة مهمة. ليش قلت لك أنا بالبداية السيد أردوغان يريد يحقق الشيء الكثير، لكن أنا أعتقد الحكومة العراقية، النظام السياسي في العراق، يعني للأسف الشديد إحنا ما يسرنا أن نشوف هذا الوضع، نقارن بين الإمكانيات دول الجوار بإمكانية العراق، غير قادرة أخي. يعني يجب أن يفكرون بطريقة منطقية. هل الموجودين الآن في القيادة قادرين على أن يكونون فعلا بمستوى المسؤولية في